السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الاول اللي غندير فيه ملخص ديال الدروس كاملين اللي غيحتاجهم الامتحان المحلي. اذا كما كتشوفوا في الكارت مونطال اللي قدامكم، دونك الخرائط الذهنيه حاولوا تسجلوها كي كتفكر بعقلك، يعني كتخايلها باش كتبقى عاقل على لي بروبريتي. اذا غنهضر على اول حاجه اخطاء، يعني اسئله بسيطه ولكن كنوقعوا فيهم في الخطا. مثلا فاش كيكون عندي لاغاسين كاري، كاين جوج حوايج، كيتحيد الا كان كيتحيد ولا كنبسطو. كيتحيد الا كان هذاك 9 4 كيعطيني 2، 9 كيعطيني 3، 16 كيعطيني 25، كيعطيني 4، 25 كيعطيني 5، 36 كيعطيني 6، وكنبقى غادي 49 كيعطيني 7. هادوك اللي جوج اوسيدان، 3 اوسيدان، 4 اوسيدان، 5 اوسيدان، وكنبقى غادي. هادو خصني نكون عارفهم. إذا ملي كيكون عندي اون بروبريتي، اون كيستيون فيها غاسين كاري دو 49 موان غاسين دو 25، كاين بزاف ديال الزلاف كيبدا يفرق في 40. لا، غاسين دو 49 كيعطيني 7، وغاسين دو 25 كيعطيني 5. 7 موان 5 هي 2. إذا هنا غاسين كاري كيتحيد، ولكن بار فوا كيكون عندي غاسين كاري دو 18، اذا ما عنديش، ما يمكنش يتحيد، لان 3 او كاري كتعطيني 9، 4 او كاري كتعطيني 16، 5 او كاري كتعطيني 25. اذا كاع هادوك اللي بين 16 و 25 ما كيتحيدوش. دونك غنفرق، ما غاديش ندير 6 فوا 3 لان ما تعطيني والو، غندير 9 فوا 2. علاش؟ حيت 9 كيتحيد لها الغاسين، كتبقى ليا 3 وغاسين 2، كتبقى غاسين كاري 2. اذا هكا كنخدمو مع هاد لي كيستيون. دونك فين غنحتاجو هادشي؟ في لاسامبليفيكاسيون، كيما عندكم في هداك في ديك الفيش اللي درت ليكم دابا، كتكون عندي مثلا غاسين دو 3 فوا غاسين دو 6، ولا غاسين دو 3 سو غاسين دو 6، ولا غاسين دو 3 بلوس غاسين دو 6. هادي مغاديش يعطيها ليك طبعا، كيعطيك مثلا غاسين دو 3 بلوس غاسين دو 27. إذا دابا هنا غاسين دو 3 فوا غاسين دو 6، راه عندي القاعدة أ فوا بي. داكشي أش كنقول لكم القواعد في الضرب، نقدر نجمعهم في لاغاسين، نقدر ندير غاسين وندير 18 3 فوا 6. هنا عاوتاني نقدر نجمعهم وندير 3 سوغ 6 في واحد لاغاسين، وغنختاز 3 سوغ 6 كتعطيني 1 سوغ 2 إلا قسمت على 3 الفوق و 3 لتحت. ولكن في الضرب واش غنجمع هذا ندير كتساوي غاسين دو 3؟ لا، ما عندناش القواعد ديال زائد وناقص، ما كاينينش. اذا هنا هذه كتعطى كيقول لك سامبليفي، بحال هذه سامبليفي، شنو غدير ليه؟ اذا خاص يكون عندي نفس لاغاسين بحال اكس مع اكس، ولكن ملي كيتلاقى اكس مع ايكغيك ما يمكنش ليا نجمعهم. نجمع بكرا مع بكرا، ولكن بكرا و مثلا مع عاود، ما يمكنش نقول راه عندي جوج بكرات ولا ما كيتجمعوش. دونك هنايا خصني نردهم يكون عندهم نفس لاغاسين. غاسين دو 3 راه ما عندي ما ندير ليها، ولكن 27 نقدر نفرقها. وما شفتو فاش ما كنهضرناش هنايا، غندير فيها 9 فوا 3 فوا غاسين دو 3، وكتبقى ليا هنا غاسين دو 3 بلوس غاسين دو 9 هي 3 غاسين دو 3. دابا مزيان، دابا راه بحال عندي درهم، واحد الدرهم هنا راه كاين واحد واخا ما كنكتبوش، واحد درهم زائد 3 دراهم هي 4 دراهم، إذا كتساوي 4 غاسين دو 3. هذا هو السامبليفيكاسيون اللي كيكون مطلوب منا. إذا زائد وناقص ضروري يكون عندي نفس لاغاسين كاري، دونك لأن في هاديك لي بروبريتي اللي حطيت لكم دابا كاين الضرب والقسمة، لا ديفيزيون ولا ملتيبليكاسيون. عندي مثلا عاوتاني عطوني في شي كيسيون غاسين دو 3 فوا غاسين دو 6 سو غاسين دو 3، نقدر نختاز الغاسين دو 3 وتبقى لي غاسين دو 6. اذا كاين اللي في البرودوي في الضرب والقاسمه كتجمعهم في لاغاسين كتفرقهم كيما بغيتو، ولكن لاديسيون ولا سوستراكسيون حتى اللي ناقص الا ما كانش نفس لاغاسين ما كيكونش عندي الحق نجمع. يعني مثلا ملي تحطني ولا تحط لي غاسين دو 3 بلس غاسين دو 6، راه ما عندي ما ندير ليها، واخا فرقتي غاسين دو 6. إلا كاع فرقناها غتعطينا غاسين دو 2 فوا غاسين دو 3، ما عندنا ما نديرو.
حيت ميمكنش واخا هنا عندهم نفس غاسين دو 3 كيما عندهمش غاسين دو 2، إذا ميمكنش ليا نجمعهم. دونك هكا كنتعاملو مع لي غاسين كاري في لا سامبليفيكاسيون. هادو هما لي كيسيون لي غيعطيو ليكم. ولا لا كيسيون الاخرى ديال فاش كيقولك حيد لا غاسين كاري من الدينوميناتور، إذا هادي كاينين جوج، جوج لي كيتعطاو. يا اما كتكون عندك مثلا 3 سور غاسين دو 5، ولا مثلا 3 سور 2 غاسين دو 5، ولا 3 سور 2 موان غاسين دو 5، ولا 3 سور 2 بلوس غاسين دو 5. هادو كاين كيقول لك اصحاب بحال بحال. لا هادي راه كنضرب غير في غاسين دو 5، كنضرب في غاسين دو 5 لو نيميراتور، كنضرب هنا ونضرب الفوق. علاش ضربنا في غاسين دو 5؟ هنا كتبقى لي باش يولي اوسي 2 اكس في اكس. وعلاش بغيت يكون اوسي 2؟ باش يمشي مع الغاسين، باش تبقى لي 3 غاسين دو 5 سيغ 5، باش نكون جاوبت على لا كيسيون. حيت كيقول لي الغاسين كاري حيدو من الدينوميناتور. هنا كاين اللي كيضرب، اذا كاين اللي كيضرب في غاسين دو 5 بوحدها، وكاين اللي كيضرب في دو غاسين دو 5 بجوجهم طرق صحيحه. غير هو باش ما يتبعكش الاختزال، غنضرب غير في غاسين دو 5، كتعطيني 3 غاسين دو 5 سور 2. غاسين دو 5 في غاسين دو 5 هي 5 او كاري، هي 5 كيمشي غاسين مع او كاري. كتبقى لي 3 غاسين دو 5 سور 10. ولكن هنا واش غنضرب في غاسين دو 5؟ راه كاين مشكل. الا جيت نضرب مثلا ندير ليها بحال هادي، بزاف ديال لي زلاف كيديروها، كيضرب في غاسين دو 5 هنا وهنا غاسين دو 5، كيسحب واش الجواب ديالو صحيح. لا، حيت المشكل هنا ضربتي غير في غاسين دو 5 وهاد دو، اذا خصني هنايا ماشي بحال هادي، حيت هذا الضرب ماشي مشكل. ولكن هنا خصني نردها ايدونتيتي رومركاب متطابقة هامة، خصني نردها هكا أ ناقص بي في أ زائد بي. هادي هي اللي كنخدمو بها بزاف هنايا، باش تعطيني أ أو كاري موان، هداك أو كاري هو اللي غيحيد ليا الغاسين، هاد أو كاري هذا، إذا خصني نردها هكا. دونك مثلا هنا عطاوني ناقص، غنضرب أنا في زائد بلوس، وداك الشي اللي درتو في لو دينوميناتور كنديرو في لو نيميراتور. ما باقيش كتسوق انا البسط، كنخليه كيما هو. ولتحت ما كنديروش زائد ولا حيت كل كاين موان ا او كاري، دونك دو او كاري موان غاسين دو 5 او كاري. ونعاود نرد الباب، لان عاود ثاني كاين اللي كيدير دو او كاري يقال دو، دو او كاري ما عندهاش الغاسين، يعني دو فوا دو هي 4. هادي اللي غيمشي الغاسين مع او كاري يبقى ليا 5. كنحسب 2 بلس غاسين دو 5، هنا خسرت 5 ورجعت 4 هي مشات ليا 1 موان 0. وحيت عندي غير 1 في المقام نقدر نحيد الكسر ونطلع هاد ناقص عند 3 وندير هكا موان 3 فاكتور 2 بلس غاسين دو 5. وتي لاخديتي هكا صحاب بحال دابا هادي، هادي بحال غادي، غير هما عطاوني زائد نضربو حنا، حيت ديما عطاوك ناقص ضرب في زائد، عطاوك زائد ضرب في ناقص. كيكون عندي 3 سور 2 بلس غاسين دو 5، إذا غنضربو في 2 موان غاسين دو 5 حيت عندي بلوس، و حتى هنا كنضرب في 2 موان غاسين دو 5. كتولي عندي 2، كتولي عندي 2 3 فاكتور 2 موان غاسين دو 5، و هادي كتعطيني 2 أو كاري بحال هكا، غتولي 4 موان 5 في اللخر غتعطيك موان 0. 3 فاكتور 2 موان غاسين دو 5 سور موان 0، نقدر نطلع هاد ناقص هنايا ونحيد كاع الكسر. غير هو اللي درتيها لتحت ديرها الفوق باش كيبقى نفس الفراكسيون. دونك نتمنى انكم استفدتوا، وغتلقاو في بلاي ليست في الدائره البيضاء الفوق خاصه بهاد لي فيديو هادو اللي فيهم مراجعه. الدرس الاخر غادي يكون ان شاء الله لي زيرونتي تي رماركابل و لي بويسونس.